طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، ولا هوادة مع المجرم بعد اليوم. كلمات تعبر عن حالة الغليان الشعبي والمشاهد القادمة من السويداء ودرعا ودمشق وحلب والساحل السوري. اتسعت رقعة الاحتجاجات وعالت الأصوات المطالبة بإسقاط النظام، قطع للطرقات وإضراب عام في معظم المناطق المنتفضة. أما الطائفة العلوية فقد صعدت من وتيرة التهجم والتحدي لرأس النظام ورفعت سقف المطالب برحيل إمبراطور المخدرات. فهل سيصمد المتظاهرون في وجه النظام المجرم؟ كيف سيتعامل الأخير مع موجة الاحتجاجات المتصاعدة؟ وإلى أين سيمتد الغضب الشعبي؟ وهل ستنحني عصابة الأسد أمام العاصفة أم ستقف في وجهها؟ كل هذه التساؤلات نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، الذي يأتيكم يوم الخميس الساعة 9 مساء بعد الموجز الإخباري مباشرةً.